السلام عليكم. اليوم نبي نتكلم عن العلاج الجراحي لمرضى الحارج أو مرضى الارتجاع. الحارج أو الارتجاع هو صعود الأكل من المعدة إلى المريء، وهو البايب اللي يوصل الأكل ما بين الفم إلى المعدة، ويحس عادة المريض بأعراض مثل حرقة في المعدة، ويحس أن الأكل يصعد وينزل خاصة بعد الوجبات الثقيلة وأكل أكل دهني وما شابه. الكثير من هذه المرضى يستجيبون للعلاجات غير الجراحية مثل تغيير نمط الحياة، تصغير الوجبات، تأخير الأكل عن وقت النوم، أو على الأدوية مضبطة للحموضة في المعدة أو اللي عرفا تسمى بأدوية تغليف المعدة. الجراحة ممكن نعرضها على المريض تحت شروط معينة. أولا إذا المريض يحتاج يأخذ هذه الأدوية ولكن ما يبي يكمل عليها مدى الحياة، أو إذا كان المريض استجابته لهذه الأدوية ليست كاملة، أو إذا كان المريض لديه افتاك كبير في رأس المعدة وهو ما يسبب هذا الارتجاع. في هذه الحالات نعرض على المريض عملية لإصلاح افتاك رأس المعدة وتدعيم صمام المعدة لتحسين أعراض الارتجاع.